معي للمتابعة والتحليل عبر الهاتف الدكتور مصطفى بدر الخبير الاقتصادي. دكتور مصطفى، يعني المباحثات تناولت تكثيف التعاون في مجال التحول الرقمي وتوطين التكنولوجيا البولندية في مصر، كيف تنظر إلى هذه الزيارة وما تم توقيعه خلالها من اتفاقات؟ مساء الخير لحضراتكم. هو طبعا زيارة هامة من رئيس بولندا اليوم لمصر، وطبعا ده بجانب التطور دايما الانفتاح المصري على السياسة العالمية. وطبعا كثير من التوسع في العلاقات بيقوم بها الدولة المصرية، بتحرص على التعاون المشترك ما بيننا وما بين دول الاتحاد الأوروبي للتطور التكنولوجي الحديث. وأيضا كان النهاردة من أهم الملفات اللي بيتكلموا بها الدولتين الاتفاقيات للمنطقة الاقتصادية، وطبعا في تعزيز لملفات الغذاء والطاقة، دي من أهم كان بنود المباحثات الاستراتيجية ما بين الدولتين. نعم. طبعا نعلم جيدا أن بولندا من الاتحاد الأوروبي، وطبعا ليها من الثقل لوضع الملف الخاص بالحرب الروسية الأوكرانية، وبيكون دايما في مباحثات ما بيننا وما بين الدول لكيفية تهدئة الأوضاع السياسية اللي هي تحث على زيادة التعاون الاقتصادي. ده الشراكة اللي احنا كنا بنتكلم عنها دايما، كلما تهدأت الأوضاع الحروب وكانت الحلول سياسية وأيضا سلمية بتعود بالأوضاع الاقتصادية بمزيد من التنمية. التوسع في علاقاتنا ما بيننا وما بين بعض من دول الاتحاد الأوروبي، أعتقد ده بيخلق مناخ دائم للاستثمار، وبيخلق مناخ دائم لزيادة الأوضاع الاقتصادية وزيادة العلاقات الدولية، ده بيحسن من قدرة زيادة التبادل التجاري. يا فندم اتفضلي. نعم، الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا قال إن مصر تتطلع لدعم بولندا في جهودها لمواجهة الإرهاب على الصعيد الدولي. من المعروف أن يعني مصر لها جهود أشاد بها العالم أجمع في مكافحة الإرهاب، لكن الرئيس تحدث عن أهمية مساهمة المجتمع الدولي أيضا في تكثيف منابع تمويل الإرهاب. هذا الأمر ليست المرة الأولى الذي يعني يثيره الرئيس عبد الفتاح السيسي. نعم يا فندم، هو فعلا دايما الرئيس بيطلع الجانب الغربي بالأخص الاتحاد الأوروبي على الأوضاع في العمليات اللي بتمس الأمن القومي المصري والأمن القومي العربي. دايما مساندة الاتحاد الأوروبي لمصر، أعتقد ده هيكون انفتاح كبير جدا لزيادة التوسع العلاقات الدولية. بعض من الأحاديث بتخرج من جانب الاتحاد الأوروبي عن بتمس الأمن القومي المصري عن الأوضاع في الأحداث الإرهابية اللي يعني بتمس الأمن القومي المصري. علشان كده دايما فخامة الرئيس بيتحدث مع الجانب الأوروبي ويطلعهم على الأحداث الإرهابية اللي بتمنى بها مصر، أو بما يكون من التأثيرات للحدود، زي طبعا بعض من المشاكل اللي بتمس الأمن القومي الغربي اللي بتكون ما بيننا وما بين شقائنا في الحدود الليبية، أو إن إحنا بنتكلم في شرق المتوسط، أو إن إحنا بنتكلم من بعض من للأسف المساندات من بعض من الدول في الاتحاد الأوروبي للجماعات الإرهابية. ما ننساش كمان ان امريكا لسه بالاخر الايام الماضيه وضعت طبعا بعض من رفعت بعض من الجماعات الارهابيه من على قائم الارهاب الدولي. اعتقد ده لازم يكون في تطلع من الجانب الاتحاد الاوروبي لمسانده مصر ومسانده الوطن العربي في ازاي ان احنا النهارده نوثق العمليات الارهابيه دي وتحويلها لمنظور العالم بالكامل. ليه؟ لأن احنا النهاردة تأثيرات هذه الأمور بتؤثر على الأوضاع الاقتصادية، بتؤثر على العلاقات الدبلوماسية ما بيننا وما بين بعض من الدول. أعتقد تفهمهم لكثير من هذه الأمور بتضع السياسة والأوضاع الاقتصادية في يعني منظور الأطر الأساسية في العلاقات الدولية ما بيننا وما بين بعضنا البعض. أشكرك جزيلا عبر الهاتف الدكتور مصطفى بدر الخبير الاقتصادي.